رعايانا الأوفياء المخلصين سكان جهة غلميم السمارة، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فرعيا لما نوليه لجهتكم من كبير عناية وشديد اهتمام، ولما أحطناه بها دائما من متوالي الرعاية، فقد اقتضى نظرنا السديد أن نولي واليا عليكم وعاملا على إقليم غلميم خديمنا الأرض السيد محمد علي العظمي. لما نعلمه فيه من ولاء لشخصنا وتعلق بعرشنا وعرش أسلافنا، ولما نعرفه فيه من قدرة على الاضطلاع بالمهام التي أسندناها إليه وأنطناها بعهدته، فنأمره أن يسعى السعي الذي لا يفتر ولا ينقطع لتنفيذ ما نرسمه من خطط ونتخذه من تدبير لفائدة جهتكم وتحقيق أهدافنا ومقاصدنا لصالح سكانها، كما نأمره أن يرقب أحوالكم عن كتب ويعنى بصغيرها وكبيرها ويسهر على شؤونكم سهرا تتوالى به ما نريده لكم من نعم سابغة وسعادة شاملة في الحال والمآب. وفقه الله وأعانه وسدد خطاه وسلك بكم جميعا أجمل المسالك وهداكم كافة لأقوم السبل وأحسن الطرق والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد والي جهة غلميم السمارة، السيد رئيس الجهة، السادة المنتخبون، السادة ممثلي السلطة والمصالح الخارجية، أيها الحضور الكريم، أتشرف اليوم بالحضور في هذا الحفل الإشراف على تنصيب السيد محمد علي العظمي واليا على جهة غلميم السمارة وعاملا وعاملاً على إقليم غلميم بتعليمات سامية من صاحبه جلالة نصره الله، والذي يندرج في إطار الحكامة الترابية الجيدة التي تنتهجها الدولة في أفق تحقيق مقاربة جديدة قوامها سياسة القرب وتكريس مبادئ الديمقراطية المحلية. وأنتهز هذه المناسبة لإبلاغ ساكنة الجهة عطف ورضا صاحب الجلالة حفظه الله والرعاية الموصولة التي ما فتئ يوليها لرعاياه الأوفياء من خلال الانطلاقة الكبيرة لمشاريع الخير والنماء التي تعرفها كل ربوع هذه الجهة. فلقد شكلت جهة غلميم السمارة عبر التاريخ صلة وصل بين شمال المملكة وجنوبها، وقلعة مجاهدة وفية لقسم المسيرة الخضراء ولتوابت الأمة ورمز سيادتها، وسدا منيعا ضد كل الأفكار الانفصالية الرامية إلى عرقلة المسيرة التنموية التي تعرفها بلادنا. فما تتوفر عليه هذه الجهة من مقومات فلاحية وسياحية كبيرة وقدرات بشرية خلاقة هو ما يشكل إطارا ملائما لترجمة مختلف المشاريع والمبادرات التنموية وقاطرة اقتصادية قادرة على تمجيل المجالات الترابية في مختلف ربوع أقاليمنا الجنوبية ضمن استراتيجية تنموية متناسقة ومتوازنة. ولعل غنى الإقليم بالمؤهلات الفلاحية الهامة هو ما جعله ضمن الأقاليم المشمولة باستراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأرقان التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
بمدينة الرشيدية، والتي تستهدف التنمية الشاملة والمندمجة لخمس جهات و16 إقليم، وتنشد تحقيق التنمية البشرية للمناطق المعنية وتثمين الموارد الاقتصادية والطبيعية. حضرات السيدات والسادة، إن تحقيق تنمية محلية مندمجة وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة يبقى رهيناً بتفعيل المضامين العريقة لفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عبر تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة من أجل فتح أوراش العمل الاجتماعي وإنجاز مشاريع اقتصادية ذات مردودية دائمة. وبهذه المناسبة لابد من التأكيد على ضرورة تكثيف جهود السلطات العمومية والمنتخبين وكافة الفاعلين المحليين لأجل خلق المناخ الملائم والذي سيشكل بحق قاعدة أساسية للاستثمار المنتج. مع الحرص على استحضار توجيهات الملكية السامية التي ما فتئ صاحب جلالة نصره الله يزود بها كافة المسؤولين، والتي تدعوهم إلى الإسهام في البناء الجماعي للمغرب الديمقراطي الحداثي وفق المفهوم الملكي للسلطة الذي يحد رجال السلطة على الالتزام بالانفتاح والقرب من المواطنين عبر فتح قنوات التواصل والتشاور والتنسيق المستمر مع المنتخبين وكافة فعاليات المجتمع المدني من أجل بلورة حلول تشاركية كفيلة برفع تحديات التنمية المحلية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي من جهة، ومن جهة ثانية بانخراط فعلي ومباشر في رعاية المصالح العامة والحريات الفردية عبر الملائمة الميدانية لمشاكل المواطنين وفق ما تستلزمه قواعد الديمقراطية المحلية ومبادئ الحكامة الجيدة. ودعماً لهذا التوجه، فإن الإدارة الترابية معنية بالإطلاع بدور الصاهر على التطبيق الحازم للقانون والتصدي لكل الاختلالات والتجاوزات التي من شأنها تقويض أهداف الديمقراطية المحلية والتنمية المندمجة وفق رؤية شمولية تتوخى الحفاظ على الأمن والنظام العام. ومن هذا المنطلق تجدر الإشارة إلى ضرورة الحرص على تنفيذ توجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الهجرة والمتعلق بتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين المتواجدين ببلادنا، والتي تشكل مقاربة إنسانية رائدة على المستوى الإقليمي تأخذ بعين الاعتبار التحولات الكبرى التي تعرفها ظاهرة الهجرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، والوقائع الوطنية الحديثة الجديدة ذات الصلة بالمهاجرين واللاجئين، حيث انتقل المغرب من وضع بلد مصدر للهجرة أو بلد عبور إلى بلد مستقبل للمهاجرين مع السهر على تتبع التوجهات الكبرى الواردة في مخطط العمل الذي تم وضعه في هذا الإطار. حضرات السيدة والسادة، إن تنصيب السيد الولي الجديد الذي يأتي لتعزيز خيارات التنمية في الجهة وتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة التي ما فتئ صاحب جلالة ينادي بها منذ اعتلاء عرش أسلافه الميامين كركيزة أساسية لتفعيل المفهوم الملكي الجديد للسلطة الموجه أساساً لخدمة المواطنين والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة على جميع مستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبهذه المناسبة أود أن أهنئ الوالي الجديد السيد محمد علي العظمي على الثقة المولوية السامية التي حظي بها من طرف صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لما عهد فيه من خصال حميدة وحس عالي بالمسؤولية وما يتصف به من استقامة وكفاءة
وجدية طوال مشواره الإداري، وشيم نبيلة، شيم تعكس بعمق حساً وطنياً قوياً وغير صادقة، مع اقتناعه الراسخ الذي لا يتزعزع بسمو القانون وعلوه على جميع الاعتبارات، الأمر الذي أهله لتقلد عدة مسؤوليات على قطاعات حيوية أبان فيها عن حنكة وتمرس كبيرين. منوهين في السياق ذاته بالمجهودات التي بذلها الوالي السابق السيد عبد الفتاح البجيوي خلال المدة التي تولى فيها المسؤولية بالإقليم في سبيل الرفع من مؤشرات التنمية بالمنطقة، مشيدين بخصاله الحميدة وتجربته المهنية المتميزة. كما أخص بالتنويه والإشادة جميع المنتخبين والسلطات الإدارية وممثلي المصالح الخارجية لمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية وجل مكونات النسيج الجمعوي على المجهودات الكبيرة التي يبذلونها، وأدعوهم إلى مزيد من تعبئة الجهود من أجل تحقيق النموذج التنموي الذي أراده صاحب جلالة محمد السادس نصره الله وأيده لهذه الجهة الواعية، ومواصلة السير في سبيل تحقيق الأهداف والمرامي التي سطرها جلالته لرقي ونهضة هذه الجهة وتحسين مستوى عيش ساكنتها. وفقنا الله لما فيه الخير لبلادنا، حتى نكون جميعا عند حسن ظن أمير المؤمنين مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. أبقى الله مولانا الإمام دخرا وملاذا لهذه الأمة، وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينيه بولي عهده مولاي الحسن، وشد أزراه بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه مجيب الدعاء ومحقق الرجاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله للجميع التوفيق والنجاح في كل المهام، ونسأل الله له درجة من تلك المولوية التي وضعت فيهما، تجمع بينها وبين أميرها وملكها وسلطانها.